مرحبا بكم في برنامج تراثنا. اليوم بنتكلم عن أهمية المواقع الأثرية واللي جسدت حياة آبائنا وأجدادنا. بنستكشف الكنوز اللي تميزت فيها الإمارات عبر العصور. خلكم ويانا. للمواقع الأثرية أهمية كبيرة في دولة الإمارات واللي تجسد الحياة اللي كانوا يعيشونها سكان الإمارات قديماً. اليوم بنتكلم عن أهميتها مع الأستاذ عبد الرحمن النعيمي. حياك الله. أهلاً وسهلاً. الله يعطيك العافية يا أستاذ. أستاذي في البداية كلمنا عن أهمية المواقع الأثرية اللي تم استكشافها خلال الفترات الماضية في دولتنا الحبيبة. نعم. في البداية إذا نتعرف على المواقع الأثرية وسياقها في التعريفات، فالمواقع الأثرية جزء من مواقع التراث بشكل عام. والتراث له تعريفات عديدة، من ضمنها أن التراث يغطي أوجه مختلفة، منها التراث المادي والتراث اللامادي أو ما يعرف بالتراث المعنوي. فالمواقع الأثرية تندرج تحت التراث المادي والذي يتشكل من مواقع أثرية، من مباني تاريخية، من مواقع ثقافية، أيضا تراث عمراني. فالمواقع الأثرية هي جزء من التراث الذي يعرف في الدول، وهي جزء أيضا من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة مواقع كثيرة يعني أكيد طبعا أثرية وتراثية، وتحظى بالعناية والاهتمام بالحفاظ والرعاية أيضا، وبالهدف في المحافظة عليها، المحافظة عليها ونقلها للأجيال القادمة إن شاء الله. زين أستاذي، خلينا نتكلم، هل نقدر نستنبط كيف كانوا سكان الإمارات يعيشون من خلال هذه المواقع؟ نعم، المواقع الأثرية ومواقع التراث هي انعكاس أو مرآة لحياة الناس في الماضي، ويختلف كل موقع باختلاف موقعه وأيضاً باختلاف فترة الزمنية التي كان فيها. كيف، من أي ناحية من الفترة الزمنية؟ مثلاً لو نقول حصلنا موقع يعني عمره يتعدى مثلاً 1000 سنة. في مثلاً نحن نأخذ أمثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. طيب. المواقع الأثرية تحصل فيها تنقيبات أثرية أو يتم اكتشافها عبر المصلحات الأثرية، أو هناك طرق لاكتشافها تؤدي للتعرف عليها. بعد التعرف على المواقع الأثرية يتم دراسة الموقع من ناحية المكتشفات، من ناحية المباني المكتشفة أو حتى اللغة الأثرية. بناء على الدراسات من المختصين والتحليلات المختبرية يتم التوصل إلى تقدير فترة الموقع. فكثير من المواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة موزعة على عدة فترات زمنية. فهناك مواقع من فترات العصر الحجري، مواقع من فترات العصر البرونزي وفترات العصر الحديدي، وغيرها من فترات، وحتى فترات الإسلامية المبكرة والفترات المتأخرة خلال السنوات الماضية. فكل موقع يعرف بالفترة الزمنية التي اكتشف فيها ويعكس طريقة الحياة في ذلك الزمن. هل العادات والتقاليد نقدر نستنبطها من هذه المواقع؟ طبعاً الدراسات تشمل طريقة حياة الناس. ونحن لو نتكلم عن المواقع الأثرية وبيكون التركيز على المكتشفات في الموقع الأثري من مباني، من طريقة توزيع المباني مثلاً، ممكن نعرف كيف كانت حياة الناس الموجودة في الفترة الزمنية هذه، من أنواع اللقى الأثرية سواء كانت جرار، فخاريات، أدوات حديدية، أو بعض اللقى الأثرية التي تشير إلى وجود صناعات معينة في تلك الفترة الزمنية. على سبيل المثال، نحن في منطقة العين مواقع جبل حفيت الأثرية من المواقع التي تم اكتشافها في فترة العصر البرونزي المبكر. فاكتشف من الأثار المكتشفة المدافن الذي موجودة على سفح جبل حفيت، وتم تأريخها إلى فترة العصر البرونزي المبكر. خلال التنقيبات وجد المنقبون والأثريون في المدافن لقى أثرية
منوعة، من ضمنها أدوات فخارية، جرار، أدوات مختلفة، أيضاً أدوات تمثل أسلحة وأدوات مصنوعة من النحاس وغيرها. أحد المكتشفات كانت جرار بتصميم أو يعني بشكل معين كانت متواجدة في بلاد الرافدين، وجدتوها في جبل حفيت في موجودة مدينة في العين، في مدافن جبل حفيت، وهذه تدل على أن في منطقة جبل حفيت وصلت هذه الآثار عن طريق التبادل الثقافي والتجاري في فترة العصر البرونزي. فنستنتج من هذا أن كان في علاقات تواصل قديمة في فترة العصر البرونزي التي يعني ترجع إلى 5000 سنة من الآن. كان هناك أدلة على وجود تبادل تجاري تم استنتاجها من نتيجة الحفريات واللقى الأثرية التي وجدت. هذا أحد الأمثلة التي تساعدنا كيف يتم دراسة اللقى الأثرية واستنباط واستنتاج طريقة الحياة وطريقة تعامل الناس في ذاك الوقت، ولكن أيضا يعطينا فكرة عن حياتهم الاقتصادية، حياتهم الاجتماعية. كان في فترة العصر البرونزي الفكرة فيما بعد الموت، لذلك كانوا يدفنون، كانت هناك عادات وتقاليد جنائزية في المدافن، توجد توضع أغراض مثل الجرار والفخاريات والأدوات الأخرى التي تدل على تلك الفترة الزمنية. طيب، بما أنك مؤخراً خبرتنا قلت أن في 4 مواقع اعتمدت مؤخراً في مدينة العين، فخلينا نتطرق لأول موقع اللي هو جبل حفيت. شو هي نقدر نقول الأدوات اللي أكثر أو الآثار اللي تم اكتشافها بكميات كبيرة في هذا الموقع؟ نعم، سنة 2011 تم إدراج مواقع العين الثقافية في قائمة التراث العالمي اليونسكو، وهذه قائمة تهتم لمواقع التراث على مستوى العالم، سواء كان تراث ثقافي أو طبيعي أو تراث مختلط. فتم إدراج 17 موقع من مدينة العين ضمن مواقع العين الثقافية تحت مسمى مواقع العين الثقافية، ولذلك توزعت في 4 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى في مجموعة جبل حفيت. المجموعة جبل حفيت تحتوي على آثار من فترة العصر البرونزي المبكر، وعرفت بفترة حفيت من الناحية الأثرية، عندما بدأت التنقيبات تم التعرف على هذه المدافن التي تعود لفترة العصر البرونزي المبكر، ولم تكن تشبهها مدافن أخرى، لذلك أطلق عليها المنقبون فترة حفيت. وكانت المدافن هذه موجودة على سفح جبل حفيت في مناطق أخرى أيضا. المدافن هاي لها شكل معماري خاص تشبه المدافن المقببة، ولها غرفة دفن واحدة. على الأغلب كان يستخدم لدفن 3-4 أشخاص أو ربما أفراد عائلة في غرفة الدفن هذه. لها ارتفاع أحياناً يتجاوز 4 أمتار، ولها قطر معين ومدخل. هذه المدافن تم بنائها من أحجار جبل حفيت وموجودة على سفح جبل حفيت، والآن منتزه جبل حفيت الصحراوي من الأماكن التي ممكن زيارتها وزيارة هذه المدافن والتعرف عليها، والتعرف أيضا على المنطقة التي وجدت فيها المدافن والآثار. هذه هي منطقة اللي فيها جبل حفيت يرتفع على أكثر من 1000 متر عن سطح البحر، فهو كان علامة في الفترات القديمة للقوافل التجارية، وكان أيضا ملتقى. نقدر نقول أن المنطقة كانت أكثر شيء في تجارية، يعني بما أن اكتشفتوا آثار من برا عن المنطقة من بلاد الرافتين كما تطرقت. انزين أستاذ، خلينا نروح للموقع الثاني اللي هي منطقة الهيلي في العين. فشو هي الآثار اللي تم اكتشافها، وهل هنالك أقدم قطعة موجودة هناك تم اكتشافها في حد علمك أستاذ؟ طبعا نعم. منطقة هيلي الأثرية منطقة غنية بالآثار، وهو أحد المواقع التي تم إدراجها في اليونسكو، ذلك لأهميته التاريخية وأهميته الثقافية. ف
فبشكل عام المواقع في منطقة هيلي الأثرية تتوزع في مجموعتين رئيسيتين. المجموعة الأولى مجموعة مواقع العصر البرونزي، فهناك مواقع أو مدافن ظهرت في حديقة يعني موجودة الآن في حديقة آثار هيلي ومعروفة. هذه المدافن تعود لفترة أم النار من فترة العصر البرونزي. فترة أم النار هي فترة تلت فترة مدافن حفيد، ولكنها لا تزال في فترة العصر البرونزي، بس تعتبر الأقدم. الأقدم في العين بالنسبة للمدافن هو مدافن فترة جبل حفيد، هي فترة العصر البرونزي المبكر 3200 سنة تقريبا، بدأت قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد بدأت فترة أم النار. فالمدافن التي موجودة في مواقع هيلي الأثرية تعود لفترة أم النار من فترة العصر البرونزي. وفترة أم النار هي فترة ظهرت فيها عمارة مختلفة للمدافن، نشأت في جزيرة أم النار في أبوظبي، وانتشرت ثقافة مدافن أم النار في الداخل وأيضا على المناطق الساحلية. فمنطقة آثار هيلي من ضمن المناطق التي وجدت فيها مدافن فترة أم النار. مدافن فترة أم النار تتميز بحجم أكبر، قطر أكبر، وتتوزع إلى غرف داخلية، وأيضا لا تزال الطقوس الجنائزية موجودة في فترة أم النار. من المكتشفات الجميلة في منطقة هيلي الأثرية مدفن هيلي الكبير، وهذا المدفن يحوي على نقوش بارزة لناس أو بشر، وكذلك أيضا نقوش لحيوانات كانت موجودة في هذه الفترة مثل المه العربي، النمر العربي، فتم تصويرها على هيئة نقوش بارزة على مدفن هيلي الكبير. يعني تحس أن لها قيمة يعني معنوية لهذه الأثر اللي تم اكتشافها. طيب الحين ننتقل للمنطقة الثالثة اللي هي الواحات. الواحات نقدر نتكلم عنها من المناطق القديمة اللي تم اكتشافها في الدولة. فكلمني عن المواقع الأثرية اللي تم اكتشافها في الواحات. الواحات طبعاً جزء مهم من مواقع التراث العالمي في مدينة العين، لأن مدينة العين فيها مواقع موجودة على البقعة الجغرافية لمدينة العين من شمال العين إلى جنوبها. فواحات مدينة العين هي موجودة في وسط مدينة العين، وثقافة الواحات نشأت منذ فترة قديمة. يعني من الأدلة المكتشفة على أقدم أنظمة الري كانت في منطقة هيلي الأثرية في فترة العصر الحديدي. تم اكتشاف فلج قديم، وبعد التنقيب تم تأريخه إلى فترة العصر الحديدي الذي هو الألف الأول قبل الميلاد. فمنذ وجود فكرة استخراج المياه ونقلها إلى مسافات بعيدة عن طريق أنظمة مبتكرة ابتكرها أصحاب المنطقة والناس اللي عاشوا في المنطقة هذه، مثل نظام الري بالأفلاج، نشأت فكرة الزراعة بشكل موسع، وترتب على هذا الزيادة في كمية الزراعة ونشأت الواحات. مع نشأة الواحات أيضا نشأت قرى قديمة، وفي قرى من فترة العصر الحديدي، واستمرت فكرة الزراعة ووجود الإنسان حول مناطق الواحات. لذلك نلاحظ واحات مدينة العين مليئة بالمباني التاريخية المبنية من الطين، سواء كانت قلاع أو حصون، أيضا في مناطق سكنية مبنية من الطين بجانب الواحات، إضافة إلى المساجد القديمة وبعض الأسواق. فالواحات يعني تمثل مشهد عن طبيعة الحياة في مدينة العين في الفترات الماضية، واستمرت من المميزات التي يعني موجودة في مدينة العين أو في مواقع التراث في مدينة العين أن استمرار الحياة في هذه المواقع واستمرار الوجود البشري منذ بداية الاكتشافات في نهاية العصر الحجري مروراً بالعصر البرونزي والحديدي ووصولاً إلى أوقاتنا الحالية. بما أن احنا يعني نقدر نقول كوننا صورة كاملة لكيفية عيش السكان قديماً في هذه المواقع، نقدر نقول أن الحياة كانت تقريباً صعبة، وإنما كانت تدل على فكر هذا الإنسان كيف أبدع في استمرارية العيش. فكلمني أن منو الطرق اللي اكتشفتوها، من الطرق اللي اكتشفتوها شو هي الطريقة اللي حسيتوها مبتكرة ذكية، يعني كيف هالإنسان فكر فيها؟
من الملاحظ في الدراسات والبحوث على مر السنوات الماضية أن سكان هذه المنطقة على الرغم من صعوبة البيئة الجغرافية، على الرغم من قساوة الصحراء، إلا أنهم حاولوا الابتكار. فما يعني مصطلح الابتكار كان موجود في العصور القديمة بطريقتهم، ابتكار حلول وابتكار طرق حياة تساعدهم في الاستمرار في الحياة والعيش بصورة تتناسب مع المنطقة. لذلك ابتكار نظم الري القديم بالفلج، فنلاحظ الدراسات التي جرت على طريقة الري، وهذا من أجمل الابتكارات الري بالأفلاج، أن كيفية البحث عن أمهات الأفلاج أو مصادر المياه الرئيسية، ومن ثم هندستها إلى وصولها إلى منطقة اللي بيكون فيها زراعة النخيل، مروراً بعمل الثقاب والقنوات تحت الأرض وصيانتها والحفاظ عليها وزراعة المحاصيل الزراعية من النخيل وزراعة الأشياء الإضافية، أنواع المزروعات المختلفة الإضافية مثل البر وبعض الفواكه الموجودة في الواحات، وأيضاً أسهم هذا في نشوء نظام اقتصادي يسهم في التبادل التجاري بين المناطق الداخلية والمناطق الساحلية. فالابتكارات هذه لإنسان المنطقة عززت الاستدامة واستمرارية الحياة جيلاً بعد جيل، فانتقلت كثير من الممارسات والموروث الشعبي، ولا زال الاهتمام، ونلاحظ الدولة لا زالت تهتم وفاءً لهذه الواحات والنخيل والمناطق الأثرية التي تدل على أن كانوا هنا ناس عاشوا واستمروا في الحياة وأوجدوا الحلول لحياتهم لوصولاً إلى يومنا هذا. فكلمني أستاذ أن كيف أهمية إدارة المياه في الزراعة هذه حافظت على وجودها لفترة يمكن نقول عدت 4000 سنة، ولين ما وصلت ليومنا هذا؟ نعم، نحن في منطقة يعني تعرف بأنها منطقة صحراوية، ولذلك خلال البحوث الأثرية يعني تم الحصول على أدلة مبكرة من فترات العصر البرونزي على بداية فكرة الزراعة، وجود قنوات مائية، بعض المستوطنات في فترة العصر البرونزي في مناطق الأثرية ومناطق الأخرى، وجود آبار، وجود أدلة على بذور بعض النباتات اللي كانت تزرع، من ضمنها النخيل، ونباتات كانت تزرع لاستخدام الأكل. ففكرة الزراعة كانت موجودة ونشأت في فترة مبكرة جدا، مع وجود ظهور الفلج في بداية العصر الحديدي أو الألف الأول قبل الميلاد، تم اكتشاف العديد من الأفلاج في مدينة العين. الآن هي أفلاج أثرية لأن كان مستوى منسوب المياه كان أعلى من الآن، فجفت هذه الأفلاج، ولكن بالتنقيب تم الحصول على العديد من الأفلاج مثل فلج هيلي الأثري وفلج بدع بن سعود، الأفلاج القديمة التي تعود للعصر الحديدي. وهناك دراسات بحثت في هذا الموضوع وفصلت لمن يرغب بالاطلاع على المزيد من المعلومات. إدارة المياه واستمراريتها لا زالت مستمرة من فترة العصر الحديدي إلى يومنا الحالي، وحالياً توجد واحات في مدينة العين. مدينة العين معروفة بمدينة الواحات بالنظام القديم، وهو نظام الواحات، فمثلاً واحة العين والداودي أو واحة العين التي في وسط المدينة، واحة المعترض والجيمي وقطارة، واحة هيلي ونويجع، هذه الواحات لا تزال تشهد على قدرة إنسان المنطقة على إدارة هذه المناطق وكيف صحيح. العيش فيها صحيح. وأيضا إنتاج المحاصيل الزراعية والاكتفاء الذاتي المحلي. على مدار ما اكتشفتوا هذه الواحات، هل يبين أن في فترات انقطعت المياه في هذه الواحات في تلك الفترة الزمنية السابقة؟ نحن يمكن ندخل في الدراسات اللي كانت تبحث في منظومة القديمة للتعامل مع المياه في فترات
على فترات طويلة. نحن إذا كنا نتكلم فترة العصر الحديدي الألف الأول قبل الميلاد ونحن 2000 سنة بعد الميلاد، فهي 3000 عام. فكان في فترة من فترات فترة الإسلامية المبكرة لم تكن عندنا أدلة أثرية واضحة على وجود نظام الري بالفرج، كانت من فترات العصر الحديدي وموجودة أدلة مستمرة. كان في فترة لم تحصل فيها أدلة واستمرت في بعدها، لكن مؤخرا خلال 10 سنوات الماضية أو حتى 20 سنة الماضية تم اكتشاف فلج ومسجد يعود لفترة العصر الإسلامي المبكر. والنتائج هذه غطت الجهة اللي ما كنا نعرف فيها معلومات. فالآن توجد أدلة أثرية من جميع الفترات على وجود نظام الري القديم بالأفلاج، حتى في الفترة التي لم تكن تتوفر فيها معلومات كثيرة، فترة العصر الإسلامي المبكر. الآن عندنا أدلة على من فترات العصر الإسلامي المبكر، نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسي، في فلج مكتشف في مدينة العين، إضافة إلى مسجد قديم يعتبر الآن من لم يكن الأقدم، أقدم مسجد في دولة الإمارات العربية المتحدة من فترات العصر الإسلامي المبكر. أستاذ، كلمني ما هي المكتشفات الأثرية اللي تم اكتشافها في موقع بدع بنت سعود الأثري في مدينة العين؟ نعم، موقع بدع بنت سعود من المواقع أيضا الأثرية الغنية بالآثار، وهو جزء من مواقع العين المدرجة في قائمة التراث العالمي. موقع بدع بنت سعود يعني يقع في منطقة بدع بنت سعود، هناك مرتفع صخري يعرف بجرن بدع بن سعود، يرتفع تقريبا 40 متر فوق المنطقة المحيطة فيه أو أكثر بقليل. في مكتشفات أثرية من عدة فترات، مثلا على الجهة الشرقية من البدع، من الموقع، في مدافن من فترة العصر البرونزي المبكر التي هي فترة حفيث، وعلى قمة أو المكان أعلى المرتفع موجودة مدافن من فترة العصر الحديدي تم عادة ترميمها وصيانتها بطرق الترميم المتبعة. هذه المدافن في خلال فترة التنقيب أخرجت كمية كبيرة ومتنوعة من اللقى الأثرية التي أصبحت الآن تعرض في متحف العين. وهذه اللقى الأثرية عرفتنا على التاريخ في منطقة بدع بن سعود. لكن هناك أود أشير إلى أن في مكتشف يميز منطقة هذه المنطقة جبل أو مرتفع بدع بن سعود. في يعني توجد رسوم صخرية على الموقع، ورسوم صخرية منوعة بين نقوش ورسومات لحيوانات من المنطقة، فهذا نوع آخر من أنواع الآثار التي يعني تهمنا في معرفة المنطقة، بالإضافة إلى ما تم اكتشافه من مدافن أثرية وفترات كان سواء كانت فترة العصر البرونزي أو حديدي. وأيضا تم اكتشاف في نفس المنطقة بدع بن سعود فلج أثري يرجع إلى فترة العصر الحديدي ومستوطنة بجانب الفلج أو ما يعرف ببيت الفلج، أو يعني تستخدم في نفس فترة الفلج في إدارة المياه. وضمن المكتشفات في فترة العصر الحديدي تم اكتشاف مكتشفات مختلفة، من ضمنها الجرار الكبيرة اللي هي جرار للتخزين، فتدل على وجود الزراعة بكميات كبيرة وفكرة التخزين ووجود الجرار الذي يعني يشير إلى أن وجود المياه والأفلاج كان موجود في المنطقة بشكل مختلف عما هو عليه ربما الآن، لأن منطقة بدع بن سعود شمال مدينة العين تقترب من المناطق الصحراوية،
وجود أفلاج هناك يعني يدل على ارتفاع منسوب المياه ويدل على فكرة الزراعة. والأثار منتشرة ليس فقط في مدينة العين ولكن في دولة الإمارات العربية المتحدة والإمارات الأخرى من فترات مختلفة. هذه الجرار اللي تم اكتشافها هل اكتشفتوها يعني وهي كاملة ولا لا كانت يعني قطع منها أو أجزاء منها؟ نتاج التنقيبات الأثرية وزملائنا اللي نقبوا في المواقع هذه يعني حصلوا على العديد من اللقى الأثرية منها المكتمل وغير مكتمل، ولكن توجد قطع أثرية مكتملة بأحجامها الكاملة ومميزة جدا وتعتبر من القطع المتحفية التي تعرض في المتحف. هل كانت تحمل نقوش أو شيء من الأمور هذه أم؟ في يعني لها طابع صناعة معين وللمختصين يختلف صناعة الجرار من حقبة زمنية إلى أخرى، فهناك مختصين يتعرفون على الجرار والفخاريات مصنوعة في العصر البرونزي مثلا عن فترة العصر الحديدي الذي موجودة في مواقع العصر الحديدي، فلكل فترة ما يميز من خصائص وطريقة أو طرائق تصنيع أدوات تقوم ويتم اكتشافها بعد فترة والتعرف عليها على فترة الزمنية التي تعود إليها. قبل ننتقل لسؤالنا التالي، جاني فضول أعرف ليش سميت منطقة بدع بنت سعود؟ نعم، وحسب ما طلعنا عليه وبعض البحوث المنشورة أو الكتابات التي أرخت للمكان أن هناك كان بئر باسم سيدة تدعى مريم بن سعود صور أو يعني هي حفرت البئر وسميت المنطقة باسمها، فكأن البئر يعني لم يكن موجود مكان مصدر مياه فحفر البئر هنا وأطلق اسم البئر على من حفرت البئر. هذا ما وصلنا من معلومات عن الموقع. خلينا نتكلم عن أهمية المباني الصخرية اللي تم اكتشافها في هذه المنطقة. نقدر نتكلم من ناحية أهميتها الثقافية وأهميتها بعد الاجتماعية لأنها مباني أي تحوي بشر داخلها. نعم، المباني الأثرية تتنوع في أنواعها، فبعض المباني الأثرية القديمة مثل المدافن في المناطق الأثرية هي تستخدم لأغراض الجنازية وأغراض الدفن في فتراتها، ولكن أيضا في الفترات التي تلتها توجد أنواع من المباني الطينية التي تعتبر كمستوطنات أو تستخدم للاستيطان البشري للسكن. فتوجد فترات العصر البرونزي المستوطنات الدائرية والتي يوجد في الغالب فيها بئر في الوسط، تدلنا على طريقة الحياة في العصر البرونزي، ولكن أيضا مع نشوء أو توسع الزراعة في فترة العصر الحديدي تغيرت طريقة البناء إلى البيوت الطينية التي نعهدها واستمرت إلى فترتنا الحالية. فالكثير من المباني الطينية موجودة حول المناطق الأثرية وأيضا حول الواحات، فتوجد القلاع، توجد الحصون، توجد أبراج المراقبة، المساجد، البيوت الطينية، الأسواق، هذه تدل على منظومة الحياة التي كانت عايشة في المنطقة واستخدامهم للسكن. ولكن أيضا في أنواع أخرى من المباني يمكن لم تكن مباني طين ولكن كانت تستخدم أدوات أخرى مثل بيوت الشعر والعريش، هذه أدوات ربما لا تعيش سنوات طويلة أساسا نحن نقدر نقب عليها ونحصلها في المواقع، ولكن أكيد أنها كانت موجودة من ضمن منظومة الحياة. المباني الصخرية اللي تطرقنا لها ممكن نحن نستنبط التصميم العمراني القديم هذا أو طريقة التفكير الفرد اللي كان عايش فيها من هذه المباني؟ بالفعل المباني الطينية القديمة أو المباني التي كانت في منطقة العين تتميز بطابع معماري خاص فيها وربما لا يكون طابع معقد، ولكن في بعض الملامح المهمة مثل اختيارهم لفتحات التهوية، طريقة دخول الشمس إلى البيت، توجيهات أو موقع المكان، وجود بعض الأبنية
بوجود الفناء، طريقة بناء المباني السكنية تختلف عن طريقة بناء القلاع والحصون، تختلف عن طريقة بناء أبراج المراقبة، وجود المساجد والمحاريب في المساجد، هذه كلها تدل على طريقة العمارة التي كانت سائدة في الفترة الماضية. أستاذ، خليني أسألك من وجهة نظرك، من وجهة نظرك المواقع الأثرية اللي كانت قريبة من الساحل خاصة بمنطقتنا نحن يعني في الإمارات، كانوا أكيد توجه السكان هناك أكثر من المناطق الجبلية، هل المواقع الأثرية اللي تم اكتشافها قريبة من السواحل لا زالت موجودة بكثرة نفس المناطق الداخلية ولا لا تقريبا بنفس المستوى؟ حسب اطلاعي يعني في دولة الإمارات العربية المتحدة عدد كبير من المواقع في فترات زمنية منوعة، فلكل منطقة لها خصوصيتها من حيث الموقع ومن حيث الفترة الزمنية. فنلاحظ وجود الآثار في كل إمارات الدولة سواء كان على الساحل أو في الداخل، مناطق أثرية تعود لفترات العصر الحجري، مناطق أثرية لفترات العصر البرونزي في مختلف إمارات الدولة، في العصر الحديدي، في الفترات الإسلامية، في ما قبل الفترات الإسلامية وفي الفترات المتأخرة، ولكل فترة تتميز بطابع معماري وطابع يبين الفترة الزمنية التي تعود فيه. ونلاحظ ما شاء الله الاهتمام بمواقع التراث والأثار في جميع أنحاء الدولة، و الدليل على هذا أيضا استمرار عمليات البحث وفي هذا المجال، وبين فترة وأخرى نسمع عن وجود مكتشفات جديدة في مناطق مختلفة في دولة الإمارات، فهذا يدل على الاهتمام بالتراث الثقافي دولة الإمارات العربية المتحدة. زين أستاذ، خلينا نتكلم الحين، هاي المواقع الأثرية اللي تم اكتشافها أكيد لها أهمية كبيرة وأهمية تاريخية جدا كبيرة، خلينا نعرف كيف طريقة صيانة هذه المواقع، أكيد هناك طرق أنتم تمشون عليها تستخدم ولكن بحذر أكثر، فعطني فكرة عن هذه الطرق. نعم، هو المواقع الأثرية أو سواء كانت مواقع أثرية مبنية من الحجارة أو مواقع أثرية أو تاريخية مبنية من الطين، يتم التعامل كل موقع على حدب بحسب خصوصية هذا الموقع، وتوجد فرق متخصصة في عمليات الترميم، فترميم مواقع الأثرية من الفترات القديمة يكون تدخل بالطرق المتبعة حسب أفضل المعايير المتبعة حاليا. تم التوسع في عمليات الترميم والأساليب المتبعة في عمليات الترميم لمواقع التراث سواء كانت مبنية من الحجارة أو من الطين، ولكل نوع يتم التدخل بالطريقة التي تناسبه. هناك فرق معنية في الترميم مواقع التراث الثقافي، ويسبق الترميم أيضا المتابعة الدورية للمواقع ومعاينة حالتها بالنسبة احتياجها للترميم أو احتياجها للصيانة الدورية أو احتياجها المواقع هذه لخطة حفاظ طويلة المدى. فهناك الآن في خطط للترميم تتعامل مع جميع المواقع والتي يعني توصل المواقع لاستدامتها ونقلها للأجيال القادمة. خلال اكتشافنا للمواقع الأربعة اللي تم اعتمادها في منظمة اليونسكو العالمية، خلينا نقول شو هي أقدم قطعة أثرية حسب علمك يا أستاذ تم اكتشافها في المواقع الأربعة؟ نعم، هو من نهايات فترة العصر الحجري تم اكتشاف أدوات صنعها الإنسان في مدينة العين في عدة أماكن، من ضمنها بعض الأماكن في جبل حفيت وأماكن أخرى. فتاريخياً فترات العصر الحجري هي الأقدم عن فترات العصر البرونزي والحديدي وما تلته من فترات، فتوجد عندنا لقى أثرية من فترات العصر الحجري وهي الآن من أقدم الفترات، والبحوث جارية وربما نتعرف أكثر لفترات أقدم. وين موجودة؟ فترات العصر الحجري هو في الغالب ما تكون مباني ولكن تكون قطع أثرية من صخور الصوان صنعها الإنسان، فالقطع الأثرية تكون مثل رؤوس أسهم،
أو أدوات مصنوعة من الصوان تعود إلى فترة العصر الحجري، واستخدام الإنسان وتصنيع لها يدل على قدم المكان وقدم هذه القطع الأثرية. عديد من القطع الأثرية المكتشفة ليس فقط في موقع التراث العالمي لكن في مدينة العين ودولة الإمارات معروضة في المتاحف مثل متحف العين. خلينا نتكلم إنه شو قيمة هذه الآثار اللي تم اكتشافها، القيمة المعنوية اللي أنت تتكلم فيها؟ الآثار هي تمثل الإرث الذي انتقل لنا سواء من الأجيال السابقة أو ما وجد من مباني أو مواقع أو أدلة تدل على إنسان هذه المنطقة، فلها بعد حضاري يعرفنا على الحضارات والثقافات التي كانت موجودة على أرض الدولة، ولكن أيضا يعزز الشعور بالانتماء والفخر بهذه المواقع الأثرية أو التراث الذي انتقل إلينا، والاعتزاز بالماضي الذي هو يدفعنا للتقدم إلى المستقبل. نقدر نقول حسب خبرتك يا أستاذ، شو الإجراءات اللي المفروض يعني تقام في هذه المواقع الأثرية للحفاظ عليها للمستقبل بعد؟ بداية تم المحافظة من قبل الدولة على جميع المواقع الأثرية المكتشفة، وكانت بدايات العمل الأثري من نهاية الخمسينات في إمارة أبوظبي. مواقع كثيرة نقبت في فترة الستينات في مدينة العين، فمنذ ذلك الوقت تم إصدار التشريعات اللازمة لحماية المواقع ووجود الجهات المختصة المعنية بالحفاظ على المواقع هذه وحمايتها وصيانتها وتأكد من سلامتها. وفي الفترات الأخيرة عزز هذا التوجه أيضا توجهات القيادة الرشيدة بإصدار قانون التراث الثقافي لإمارة أبوظبي سنة 2016 ولائحة التنفيذية التي تعنى بجميع ما يخص الحفاظ على مواقع التراث الثقافي والتراث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة. أثناء اكتشاف هذه المواقع الأثرية أكيد تمشون في إجراءات حسب طريقة اكتشاف هذه المواقع، متى خلاص تخلونها بشكل عام للزوار أن يقدرون يجون يشوفونها ويطلعون عليها؟ شو الإجراءات لما توصلون لمرحلة أنها خلاص تكون عامة بعد ما يتم الحفاظ عليها بطريقة أكيد معينة ومن ضمن إجراءات معينة من قبلكم؟ نعم، هو المواقع الأثرية تحتاج في البداية إلى دراسة وتمعن وبحث والخروج بالنتائج وتقديرات المواقع لأي فترات زمنية تعود، وأيضا مدى إمكانية إدخال الزوار لها أو تأهيلها أو توفير ما يلزم لدخول الزوار. وفي الفترات الأخيرة على سبيل المثال منتزه جبل حفيت الصحراوي، كان هناك مدافن جبل حفيت، والآن تم الاتجاه إلى فتح الموقع للزوار للتعرف على هذه المدافن، ولكن للتعرف أيضا على المنطقة بشكل عام، على جبل حفيت وأيضا تعتبر محمية طبيعية. فهذا أحد المواقع التي مر بإجراءات السماح أو يعني دعوة الزوار للدخول إليه، وتوجد الكثير من المواقع في مدينة العين مفتوحة للزوار للتعرف على التراث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مثل القلاع والحصون ومواقع الآثار والمتاحف. فعلى سبيل المثال قلعة الجاهلي تعتبر من المواقع التي مفتوحة للزوار، مواقع العين الثقافية بشكل عام مثل الواحات، مباني تاريخية، مراكز مجتمعية، مراكز الفنون، هذه المواقع مفتوحة للزوار وممكن من زيارتها وتعرف على التراث الثقافي دولة الإمارات العربية المتحدة. هل في إقبال من الزوار لهذه المواقع؟ نحن من الملاحظ في الفترات الأخيرة مع زيادة الوعي والتعريف بمواقع التراث الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مدينة العين، واكبها أيضا زيادة في الزيارات والرغبة في التعرف على التراث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة. خلينا نتطرق لأهمية هذه المواقع الأثرية اللي تم اكتشافها، كيف نقدر نشرح للجيل الجاي أهمية هذه المواقع؟ أن لها أهمية كبيرة، يعني مو بس حتى تاريخ يصغى في مباني أو واحات،
وإنما يعني شيء مهم لا يمكن الاستغناء عنه. التراث الثقافي مهم ليس يعني فقط لفترتنا الحالية، ولكن هو إرث وصل إلينا، ونحن بالإضافة إلى الجهود في المحافظة على التراث الثقافي أيضا هناك جهود موازية للتعريف فيه والترويج له وتعريف الأجيال القادمة والزوار دولة الإمارات العربية المتحدة والساكنين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان هناك العديد من المبادرات مثل إدخال المعلومات عن المواقع التراثية ومواقع الثقافية ومواقع الآثار في المناهج التعليمية. كيف نعزز الوعي؟ يعني مش بس حتى من خلال المدارس، نقدر نقول مثلاً محاضرات ورش ممكن تقام، لكن تشد الجيل هذا عشان يعرف أهمية هذه المواقع الأثرية اللي تم اكتشافها في الدولة. بالفعل هناك يعني مبادرات مختلفة ومنوعة في تصب في هذا المجال. فنأخذ مثال على سبيل المثال، واحة العين من المناطق المعروفة أنها من الواحات في مدينة العين في أعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. هناك الآن فعاليات في يطلق عليها فعالية عطلة نهاية الأسبوع في الواحة. فهذه الفعاليات تدعو جميع شرائح المجتمع لزيارة المنطقة ويعني الاستمتاع بالفعاليات الموجودة، لكن أيضا في نفس الوقت التعرف على الموقع. هناك فعاليات تدمج بين المناسبات الرسمية وزيارات المواقع، فتكون هناك فعاليات في المناسبات الرسمية تدعو الناس لزيارة المواقع هذه. هناك أيضا فعاليات منوعة مثل في أو ومبتكرة مثل افتتاح معارض الكتاب في مواقع ثقافية. فمعرض الكتاب في مدينة العين كان من أحد المبادرات التي يعني كانت تحتفي بالمواقع التراثية والثقافية، وأيضا الكثير من المحاضرات والفعاليات المنوعة. أحد المبادرات كانت السينما في مواقع العين الثقافية، فكان تعرض أفلام مختارة من السينما في الهواء الطلق جنب المواقع أو بجانب أحد المواقع الثقافية سواء كان في منطقة القطارة أو منطقة واحة العين. فلذلك فعاليات منوعة ومتجددة تساهم في دعوة جميع أفراد المجتمع في زيارة مواقع العين الثقافية. هل في إقبال من برا الدولة على هذه المواقع؟ نحن نلاحظ أن هناك شرائح جديدة تزور المواقع وتحب التعرف على المواقع سواء من داخل الدولة أو من خارج الدولة، وأيضا حتى من قاطنين في مدينة العين أو من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة. الله يعطيك العافية أستاذ، ما قصرت. أنا يعني كمية المعلومات اللي أخذتها منك اليوم كبيرة جدا، بس قبل الختام كلمة توجهها للمشاهد حول أهمية هذه المواقع وأن شو دورنا نحن في الحفاظ على هذه المواقع. نعم، نحن بشكل عام المواقع هي تخص الجميع وتمس الجميع لأنها إرث من الماضي، ونحن الآن نعيش في فترة نستذكر فيها الناس اللي قبلنا كيف عاشوا وكيف وصلت لنا هذه الأدلة على الحضارات السابقة. فلذلك نحن ندعوهم للتعرف عليها وزيارة المواقع والتأمل في الماضي لأخذ العبر منه في الحياة. الله يعطيك العافية وما قصرت. أهلا وسهلا. جزاك الله خير. بهذا نصل إلى ختام رحلتنا في برنامج تراثنا، أتمنى أنكم استفدتم ويانا وعرفتوا شو أهمية المواقع الأثرية. تريونا في الموسم الجديد بإذن الله.